يسعدني أن أشارككم اليوم فعالية إطلاق الرسم لأول رحلة جوية بين الجزائر وجوهانسبورغ. هذا الخط الجوي الجديد يأتي تتويجا لمجهودات كبيرة تم بذلها لدخول حيز الخدمة، وسيساهم في تعزيز علاقة التعاون بين الجزائر والجنوب إفريقيا، لا سيما في شقه الاقتصادي، حيث يعتبر إضافة نوعية وهامة لمسار تطوير مخطط النقل الجوي لشكل خطوط الجوية الجزائرية وانفتاح الجزائر نحو الدول الإفريقية. كما نسعى ضمن مخطط تطوير شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى فتح خطوط جوية جديدة أخرى نحو دول العالم، والإجراءات في مراحل متقدمة جدا للإعلان عن فتح خطوط جوية جديدة نحو دولة بالكاميرون، أديس أبيبا بإثيوبيا، وأبوجا بنيجيريا. أما فيما يخص فتح خط جزائر كاراكاس، والذي سيربط أمريكا اللاتينية بإفريقيا، فإنه تبعا لاتفاق الجوي المبرم بين الجزائر وفنزويلا، فإن هذا الأخير يعرف لمسات الأخيرة لدخول حيز الخدمة.